يا نهار اسود منيل. طب يا جماعه حد يلحقنا. يا نهار اسود ومنيل علينا وعلى سننا السوداء. كوبري ايه وميله ايه؟ الله يخرب بيتك. Mr. Van Damme, please, slowly, slowly, because the bridge is very unstable. Please quietly and slowly exit the vehicle. Did you look? يخرب بيت. يلا بينا بسرعة. اجري بسرعة. Hold this. Hold this speed. Hold this. Come on. The bridge is broke. Come on. كمان ايه يا ابتدي؟ كمان ايه يا ولادي؟ لا ده انا هسجنك قريب والله العظيم ثلاثة. ده كل دوت وتماسيح ومستر فان دام. يا صيا انت بتجري؟ هموت. ما تموت يا مان. تعالى يا هنا. الله فيها يا رب. صافا يا جدع حمص. يا رامز ده يخرب بيتك بجد والله. وكوبري بيقع. هو لعبه. انت مساح تحت. انا ماليش في الاكشن يا رامز. لا انا صديق البطل. تجربه جديده. اتضرب مكانه. تجربه جديده. اخد رصاصه في قلبي واقول له دم في رقبتك يا صاحبي. لا احنا بنشوف فان دام. ايه اللي حصل لما شفته؟ اصل ده فان دام يا جماعه. انتوا عارفين فان دام ده مين؟ لا بس فان دام لما دخل عليك الدنيا تمام. انت قلت تمام بقى. انا قلت خلاص بقى. خلاص الموضوع كبير. فاهم ازاي؟ وخلاص موضوع كبير وحققت الاحلام. ايه اصعب لحظه مرت عليك في كل اللطافه اللي فيها دي؟ اصعب لحظه اللي انت هتنزل على التمساح. لا مش الميه. سيبك من الميه. هنعوم. تمام. امال التمساح ده؟ لا واحد اثنين ثلاثه. رامز جلال نجم اليوتيوب. ايوه ده مقراكب بيتشقلوا. الله اكبر. سقفه جامده يا جدعان. محمد ثروت. استنوني في رمضان في برنامج رامز موفي ستار على ام بي سي. الله اكبر.